التفت إلى أوزاوا وسألته: هل سبق أن لكمت شخصا في مشاجرة ما؟ لماذا تسألني عن شيء كهذا؟ ضيق أوزاوا عينيه وهو ينظر إليه، وبدت النظرة غير متناسبة مع شخصيته، كأنما يوجد ضوء باهر مفاجئ يراه وحده، لكنه سرعان ما تلاشى، فعادت إليه تعابير وجهه السلبية المعتادة. قلت له: ما من سبب معين، مجرد فكرة عابرة، لم أقصد بها شيئا، بدافع الفضول فحسب، سؤال لا مسوغ له إطلاقا على الأرجح. ثم واصلت حديثي مغيرا الموضوع، لكن أوزاوا لم يتجاوب معي، وبدا شاردا في مكان ما مع أفكاره، ثم يئس من محاولات استدراجه للحديث، ورحت أحدق إلى صفوف الطائرات الفضية خارج النافذة. لا أعرف كيف أثير الموضوع، كنا نبدد الوقت في انتظار طائرتنا، وشرع في الحديث عن ارتياده صالة ريادية خاصة بالملاكمة منذ أن كان بالمدرسة المتوسطة، واختياره لتمثيل جامعته في مباريات الملاكمة أكثر من مرة، وحتى اليوم بعمر 30 ما يزال يذهب إلى الصالة الرياضية كل أسبوع. تمكنت من تصور ذلك بالكاد، فهو رجل أعرفه حق المعرفة وتعاملت معه كثيرا، ولم يخطر لي قط أن يكون ذلك العدواني العنيف قرابة 20 عاما. كان الرجل هادئا على نحو فذ، ولا يتحدث إلا لماما، مع هذا فقد كان يتسم بالشفافية في عمله وفي غاية الصدق والإخلاص، لا يحب أن يضغط على الآخرين، ولا يتحدث عن الناس من وراء ظهورهم، ولا يتدمر، ومهما كان مثقلا بالعمل لا يرفع صوته أو حتى حاجبيه. إجمالا كان أحد أولئك الذين لا تملك سوى أن تحبهم، ودود وسهل المعشر، ولا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تصفه بالعدوانية. أين العلاقة بين رجل كهذا والملاكمة؟ ولماذا بدأ ممارسة الملاكمة في المقام الأول؟ لهذا طرحت عليه ذلك السؤال. كنا نهتسي القهوة في مقهى المطار في انتظار رحلتنا إلى نيغاتا. كنا في بداية نوفمبر، والسماء ملبدة بالغيوم، وكان الثلج يهطل في نيغاتا وتتأخر الطائرات، والمطار يعج بالمسافرين الذين يتحركون جيئة وذهابا، وهم يبدون أكثر كآبة مع كل إعلان عن تأخير رحلة. وكانت الحرارة مرتفعة في المقهى، وظللت أمسه عن نفسي العرق بمنديلي. لا، عموما لا، تحدث أوزاوا فجأة بعد صمت طويل. منذ أن بدأت الملاكمة لم أضرب أحدا قط، يشددون على هذا منذ اليوم الأول. كل من يمارس الملاكمة يجب أن لا يضرب دون قفازات أي شخص خارج الحلبة إطلاقا، فالشخص العادي قد يتورط في مشكلة إذا ضرب أحدهم وجاءت الضربة في المكان الخاطئ، أما إذا فعل ملاكم ذلك فسيعتبر تسبيب أذى متعمد باستخدام سلاح قاتل أو مأت. فأردف: لأكن صادقا، لقد ضربت أحدهم مرة واحدة، كنت في الصف 8، وقد كان ذلك حوالي الوقت الذي بدأت فيه الملاكمة، لا أقصد تقديم الأعذار، لكن كان ذلك قبل أن أتعلم مهارة واحدة في الملاكمة، كنت ما أزال في مرحلة الإعداد البدني كالتمدد والقفز على الحبل والركض وما إلى ذلك. ما يهم هو أنني حتى لم أقصد أن ألكمه، استشطت غضبا وطارت يدي أمامي ولم أستطع إيقافها، وقبل أن أعي ما يحدث ضربته طارحا إياه أرضا، وكان جسدي يرتعش من الغضب. بدأ أوزاوا الملاكمة لأن عمه كان يدير صالة ملاكمة، ولم تكن مجرد صالة تعرق محلية، بل كانت مؤسسة لها وزنها، وقد خرجت بطل شرق آسيا في وزن خفيف المتوسط مرتين. في الواقع والدا أوزاوا هما من اقترح أن يرتاد الصالة في المقام الأول، فقد كانا قلقين على ابنهما دودة الكتب الذي يحتجز نفسه في غرفته على الدوام. وفي البداية لم يكن الفتى متحمسا للفكرة، لكنه كان يحب عمه كثيرا، وقد قال لنفسه أنه إذا لم يحب هذه الرياضة فبإمكانه أن يتركها في أي لحظة، وتدريجا اعتاد على التنقل من وإلى صالة عمه مسيرة ساعة بالقطار. وبعد الأشهر القليلة الأولى تفاجأ أوزاوا نفسه باهتمامه بالملاكمة. قد كان أهم سبب وراء ذلك هو أن الملاكمة عموما رياضة فردية وهواية تتسم بالعزلة، وقد كان هذا اكتشافا بالنسبة له،
وعالما جديدا، وقد أثار ذلك العالم حماسته. العرق المتطايم للأجساد، وملمس القفازات والأصوات التي تصدرها، وتركيز الملاكمين الشديد وعضلاتهم المتحفزة للتحرك بسرعة كالبرق، استحوذت عليه هذه التفاصيل على مخيلته شيئا فشيئا، وأصبح فضاء عضلاته قضاء عطلات نهاية الأسبوع في صالة الملاكمة من دواعي سروره. من الأشياء التي أحبها بشأن الملاكمة هو العمق. هذا ما أثارني. مقارنة به، الضرب والتعرض للضرب ليس أمرا مهما، والأمر نفسه ينطبق على الفوز أو الخسارة. إذا تمكنت من الوصول إلى ذلك العمق فالخسارة لا تهم ولن يضيرك شيء، وعلى أي حال لا أحد يمكنه الفوز بكل شيء، على أحدهم أن يخسر، على الأقل بالنسبة لي هي الملاكمة. عندما أخوض مباراة أشعر وكأنني في قعر حفرة لا قرار لها، عميقا جدا لدرجة أنني لا أستطيع أن أرى أي أحد ولا يمكنه أن يراني، وهناك في لجة الظلمات أخوض معركتي وحيدا تماما. ولكني لست وحيدا وحدة حزينة، تمة أنواع مختلفة من الوحدة. هناك الوحدة المأساوية التي تمزق روحك من الألم، وهناك الوحدة التي لا تشبه تلك إطلاقا. ومن أجل بلوغ تلك المرحلة عليك استنفار كامل طاقات جسدك، فإذا بذلت الجهد المطلوب ستستعيد ما بذلته. هذا ما تعلمته من الملاكمة. توقف أوزاوا لحظة ثم تاب. في الواقع لم أكن أرغب في الحديث عن الأمر، حتى إنني أتمنى لو تمكنت من محو القصة من ذاكرتي تماما، لكن لا يمكنك ذلك بالطبع. لماذا لا يمكنك نسيان ما تريد نسيانه بشدة؟ ابتسم أوزاوا ثم ألقى نظره على ساعته. ما يزال أمامنا متسع من الوقت. الشخص الذي ضربه أوزاوا كان زميل دراسة له، اسمه أوكي. كرهه أوزاوا منذ البداية دون أن يعرف لذلك سببا، وكل ما يعرف هو أنه كرهه منذ أن وقعت عيناه عليه. كانت أول مرة في حياته يمقت فيها أحدهم لهذه الدرجة، قال. لكن هذا يحدث، صحيح، ربما ولو لمرة. الجميع يمر بهذه المرحلة، أن تبغض أحدهم دون أي سبب على الإطلاق. لست من أولئك الذين يكرهون كل شيء كراهية عمياء، لكنني أقسم إن بعض الناس يضغطون زر الكراهية لديك فحسب. إنه ليس أمرا منطقيا، لكن المشكلة هي أن الطرف الآخر في معظم الحالات يبادلك الشعور نفسه. ذلك الفتى أوكي كان طالبا مثاليا، يحرز درجات ممتازة ويجلس في مقدمة الصف، وهو الفتى المدلل لدى الأساتذة وما إلى ذلك. وفوق ذلك كان يتمتع بشعبية كبيرة. لنسلم بذلك، كنا في مدرسة غير مختلطة، لكن الجميع أحبه، الجميع باستثنائي. لم أكن أطيقه، ولم أكن أطيق ذكاءه وطريقته في حل المسائل. حسنا، إذا سألتني ما الذي كان يزعجني بشأنه تحديدا فلن أعرف، والأمر الوحيد الذي كنت متأكدا منه هو أنني أعرف حقيقته. وما هو عليه؟ كبرياؤه ورائحة العشرة في تنتنا التي كان يطلقها. لم أكن أطيقها، كان أمرا فيزيولوجيا تماما، كما تشعر بالنفور من رائحة جسد أحدهم. لكن أوكي كان شابا ذكيا، وقد عرف كيف يخفي آثار رائحته. لذلك كان معظم الفتية في الصف يعتقدون أنه لطيف ويراعي مشاعر الآخرين. وفي كل مرة أسمع فيها مدح الناس له، بالطبع ما كنت أخالف الجميع، كنت أحترق من الداخل. كنت على النقيض منه في كل النواحي تقريبا. كنت فتى هادئا ولم أكن بارزا في الصف، وسعيد بأن أترك في شأني. كان لدي أصدقاء بالطبع، لكنهم ليسوا أصدقاء حقيقيين يلازمونك مدى الحياة. وبطريقة ما كنت ناضجا نضجا يفوق سني، وبدلا من التسكع وقضاء الوقت مع الرفاق كنت أبقى وحدي، أقرأ الكتب أو أستمع إلى أسطوانات أبي الكلاسيكية، أو أذهب إلى الصالة الرياضية لأسمع حديث من هم أكبر مني. مظهري كان لا بأس به، وعلاماتي لم تكن سيئة جدا، لكنها لم تكن رائعة، ودائما ما ينسى الأساتذة اسمي. لذلك كما تعرف كنت من النوع الذي لن تتاح لك الفرصة للتعرف عليه. هذا ما كنت عليه، لا أطفو على السطح مطلقا، ولم أخبر أي أحد عن صالة الملاكمة أو الكتب أو الأسطوانات. أما أوكي مهما فعله فإنه يبدو كإوزة بيضاء في بحر من الوحي. كان نجم الفصل، آراؤه تلقى التقدير ويسيطر على كل شيء، حتى أنا نفسي اضطررت للإقرار بذلك.
قد كان حاضر البديهة إلى نحو مذهل، ويقدر على قراءة ما يدور في أذهان الآخرين، ومن ثم إعادة توجيه استجاباته لتتوافق معهم. كان يملك عقلا لامعا بحق، لا عجب أن الجميع كان معجبا به، الجميع باستثنائي. أعتقد أن أوكي كان مدركا لرأيي فيه، فهو لم يكن ساذجا. يمكنني معرفة أنه لم يكن مولعا بحبي، رغم كل شيء فأنا لم أكن غبيا أيضا، أعني أنني أقرأ أكثر من أي شخص آخر. لكن كما تعرف، عندما تكون شابا تميل لاستعراض ما لديك، لذلك أنا متأكد من أنني كنت أترك الانطباع بأنني مغرور ومتعالي، كما أن عزلتي وابتعادي عن الجميع لم يساعداني على الأرجح. ذات مرة في نهاية السنة الدراسية، حصلت على أعلى درجات في امتحان اللغة الإنجليزية، وقد كانت تلك سابقة بالنسبة لي أن أحرز أعلى الدرجات، لكن الأمر لم يكن صدفة. كان يوجد شيء أردته بشدة، لم أعد أذكر ما هو، وقد عقدت اتفاقا مع رفاقي أنني لو حصلت على أعلى درجة فسيشترونه لي. لذلك بدأت أذاكر دروسي بجنون، درست كل ما يمكن أن يرد في الامتحان، وإذا وجدت بعض أوقات الفراغ كنت أراجع تصريفات الأفعال، حفظت الكتاب بأكمله. لذلك عندما أحرزت الدرجة الأولى لم تكن مفاجأة بالنسبة لي، بل كان الأمر متوقع. صعق الجميع حتى الأساتذة، وأوكي كان مصدوما، إذ لطالما كان الأفضل في اللغة الإنجليزية، حتى إن الأستاذ مازح أوكي بشأن ذلك عندما أعلن الدرجات، فأحمر وجه أوكي. على الأرجح ظن أن الجميع يضحكون عليه. وبعد بضعة أيام أخبرني أحدهم أن أوكي يروج شائعة عني، ذلك أنني قد غششت في الامتحان، وإلا فكيف يمكنني أن أحرز تلك الدرجة العالية؟ فغلى الدم في عروقي عندما سمعت ذلك. كان يجدر بي أن أضحك وأن لا ألقي بالأمر بالا للأمر، لكن أي فتى في السنة الأولى بالمدرسة الثانوية لا يتحلى بتلك الرصانة ولا مبالاة. واجهت أوكي أثناء أحد استراحات الظهيرة، وقلت له أنني أريد التحدث إليه على الفراد بعيدا عن الآخرين، وقلت له إنني سمعت تلك الإشاعة، فما الذي يعنيه ذلك؟ فلم يظهر سوى امتعاضه، كأنه يقول لي لماذا أنت مستاء هكذا؟ إذا حدثت وتمكنت من إحراز أعلى درجة بضربة حظ، لماذا أتصرف بطريقة دفاعية هكذا؟ وبأي حق أتصرف بهذا الغرور على أي حال؟ رغم كل شيء الجميع يعرف ما حدث بالفعل، صحيح؟ ثم حاول إزاحتي جانبا، على الأرجح ظنا بما أنه ذو لياقة عالية وأطول مني قامة، فلا بد أنه أقوى مني. وعندما لكمت الوغد على وجهه كان رد فعلي لا إرادي تماما. لم أدرك أنني لكمته على خده الأيسر إلا عندما سقط وارتطم رأسه بالجدار. كان ينزف من أنفه بغزالة، ملطخا قميصه الأبيض، وتمدد في مكانه دائخا غير مدرك لما حدث. ومن جانبي ندمت على ضربه في تلك اللحظة التي لمست فيها قبضة خده. ما كان يجدر بي ضربه، وشعرت بالبؤس. كان فعلا متهورا، كما قلت كان جسدي يرتعش من الغضب، لكنني علمت أنني قد اقترفت خطأ غبيا. فكرت في الاعتذار من أوكي، لكنني لم أعتذر. لو كان شخصا آخر لاعتذرت على الأرجح. ببساطة لم أستطع حمل نفسي للاعتذار من ذلك البغير. كنت آسفا لأنني ضربت أوكي، لكنني لست آسفا بما فيه الكفاية لأقول إنني آسف. ولم أشعر بذرة من تأنيب الضمير تجاه الفتى. الحمق أمثاله يستحقون اللقب، كان دودة والدود يتعرض للسحق. مع ذلك ما كان يجدر بضربه، وتلك حقيقة كنت أعرفها بيني وبين نفسي، لكنني عرفتها متأخرة. تركت أوكي ممددا في مكانه وسرت مبتعدا. وبعد تلك الاستراحة لم يظهر في الصف، وظننت أنه قد ذهب مباشرة للمنزل، لكن نهشتني مشاعر مريعة بقية اليوم. لم أستطع الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة، ولم أستطع الاستمتاع بأي شيء. شعرت كأنما مادة عكرة تتخثر في أحشائي، ولا أستطيع التركيز بسببها. كأنني ابتلعت شيئا لزجا وقذرا. تمددت على الفراش وحدق إلى قبضتي، وقد بدأت أستوعب كم كنت وحيدا. كرهت أوكي أكثر لأنه جعلني أدرك ذلك. ومنذ اليوم التالي أصبح أوكي يتجاهلني ويتصرف كأنني غير موجود، واستمر في إحراز أعلى الدرجات في الامتحانات. أما أنا فلم أدرس بجد بعد ذلك أبدا، إن لم يكن بوسعي تصور الفرق الذي قد يحدثه ذلك. وانخرطت في التمارين بقوة، كنت أحس تقدما كبيرا بالنسبة لفتى
بالنسبة لي أولى ومنذ اليوم التالي أصبح أوكي يتجاهلني ويتصرف كأنني غير موجود واستمر في إحراز أعلى الدرجات في الامتحان. أما أنا فلم أدرس بجد بعد ذلك أبدا، إن لم يكن بوسعي تصور الفرق الذي قد يحدثه ذلك. انخرطت في التمارين بقوة، كنت أحرز تقدما كبيرا بالنسبة لفتى بالسنة الأولى بالمدرسة الثانوية، وكنت أشعر بجسدي يتغير وكتفاي أصبح أعرض وانتفخ صدري قليلا وأصبحت ذراعي أكثر صلابة. راودني إحساس رائع، وكنت أقف أمام المرآة الكبيرة في الحمام كل ليلة مفثونا بجسدي. في السنة الدراسية التالية لم أكن مع أوكي في الصف نفسه، وكنت سعيدا لأنني لن أكون مضطرا لرؤيته كل يوم، وكل ثقة بأن الشعور كان متبادلا. لذلك اعتقدت أنني سأنسى المسألة برمتها كذكرى سيئة، لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة. يبدو أن أوكي كان يتحير الفرصة لينتقم. كان الوغد يطفح بالحقد. تقدمنا في الصفوف لكن في فصول مختلفة حتى العام الأخير. يا إلهي، كان شعورا مريرا عندما تقابلنا وجها لوجه في ذلك الفصل، وشعرت بالنظرة التي رمقتني بها كأنها تمزق أحجاري، وتلك المادة اللزجة تتسرب مني مجددا. زم أوزاوا شفتيه وحدق إلى كوب القهوة، ثم نظر إلي بابتسامة باهتة، وجاء هذير المحركات النفاثة من خلال النوافذ الزجاجية، ثم انطلقت إحدى طائرات 737 كالسهم وسط الغيوم وغابت عن الأنظار. مر الفصل الدراسي الأول دون أحداث تذكر. لم يتغير أوكي البتة منذ الصف الثامن. بعض الناس لا ينضجون، لا يصبحون أكثر جهلا، أيضا يظلون كما كانوا دوما. كان أوكي ما يزال في مقدمة الصف وما يزال الأكثر شعبية، رغم أنه بالنسبة لي ما يزال تافها مثيرا للاشمئزاز. وبذلنا ما بوسعنا كي لا تلتقي نظراتنا. دعني أقول لك هذا، ليس من الممتع أن يكون شيطانك الشخصي معك في نفس الفصل، لكن لم تكن باليد حيلة. وعلى كل حال يقع نصف اللوم علي. حلت العطلة الصيفية، آخر عطلة صيفية لي بالمرحلة الثانوية، وكانت علاماتي لا بأس بها تكفي الالتحاق بجامعة متوسطة، لذلك لم أدرس باجتهاد قبيل امتحانات القبول. لذلك ذاكرت كما كنت أذاكر دوما، وكنت أذهب أيام السبت والأحد إلى الصالة وأقرأ وأستمتع إلى الموسيقى فيما تبقى من وقت. كانت المدرسة كخلية نحل خلال تلك الفترة. الجميع قلق بشأن الامتحانات، أي الطلاب التحق بأي جامعة؟ هذا كل ما كان يتحدث عن الأساتذة بشأنه وكذلك الطلاب. على أي حال، حدث شيء فظيع خلال عطلة الصيف. انتحر أحد زملائي بالفصل، فتى يدعى ماتسوموتو. لم يكن طالبا بارزا، ولأكن صريحا لم يترك لدي انطباعا على الإطلاق. وعندما سمعت أنه توفي تمكنت بالكاد من تذكر ملامحه. كان في فصلي، لكن أشك إذا ما كنا قد تحدثنا أكثر من مرتين أو ثلاث مرات. توفي ماتسوموتو قبل 15 من أغسطس بقليل. أتذكر ذلك لأن جنازته كانت توافق يوم الهدنة. قفز أمام أحد القطارات الأنفاق لأسباب غير معروفة، وكان قد ترك مذكرة انتحار، لكن كل ما قاله فيها إنه لم يعد يريد الذهاب إلى المدرسة ولا شيء آخر على الأقل. هذه الرواية التي كانت متداولة. تسببت حادثة الانتحار في ذعر إدارة المدرسة بطبيعة الحال، واستدعي جميع طلاب السنة الأخيرة إلى المدرسة بعد مراسم الجنازة، وألقى المدير عليهم محاضرة عن كيفية الحداد على وفاة ماتسوموتو، وكيف أنه من واجبنا جميعا أن نتحمل عبء وفاته، وكيف أنه يجب أن نبذل أقصى ما بوسعنا لتجاوز فجيعتنا. ثم طلبوا منا إذا ما كنا نعرف أي شيء عن سبب انتحار ماتسوموتو أن نتقدم وندلي بما لدينا، لكن لم يتفوه أحد بكلمة. شعرت بالأسف لوفاة زميلي، لكن بطريقة ما بدل الأمر غريبا. أعني، هل كان مضطرا للقفز؟ إذ لم تكن تحب المدرسة فلا تذهب إلى المدرسة. تبقى نصف عام فقط، وبعدها لن تكون مضطرا للذهاب لتلك المدرسة التعيس. على أي حال، لماذا تقتل نفسك؟ لم يبدو الأمر منطقيا، وخمنت أن الشاب كان على الأرجح عصابيا، وقد قاده إلى ذلك الضغط الناجم عن الدراسة ليلا ونهارا من أجل امتحان القبول. ليس أمرا مفاجئا
إذا فكرت بالأمر. وبعد نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي، لاحظت شيئا غريبا في الأجواء، وبدا لي أن زملائي بالفصل يضعون مسافة بيني وبينهم. عندما أسأل عن شيء لا أتلقى سوى ردودا مقتضبة باردة. في بدايتي ظننت أن الجميع متوترون فحسب، بعد ما حدث. لكن بعد مرور 5 أيام ودون سابق إنذار، تلقيت أمرا بمقابلة المدير. سألني: هل الأمر صحيح؟ أنني كنت أتدرب في صالة رياضية للملاكمة؟ نعم صحيح، لكنني لم أخرق أي من قوانين المدرسة في هذا الشأن. لكم من الوقت كنت أذهب إلى الصالة منذ الصف الثامن، هل صحيح أنني ضربت أوكي في السنة الأولى؟ نعم صحيح، لم أشأ أن أكذب. وهل كان ذلك قبل أم بعد أن بدأت الملاكمة؟ بعد أن بدأت. وأوضحت له أن ذلك كان حتى قبل أن يسمح لي بارتداء القفازات، لكن المدير لم يكن يصغي إلي. تنحنح المدير: حسنا، هل سبق أن ضربت ماتسوموتو؟ صعقت، فكما قلت سابقا كنت أتحدث بالكاد مع ماتسوموتو هذا، فلماذا قد أضربه؟ وهذا ما قلته للمدير. أخبرني المدير أنه كان دائما ما يتعرض للضرب في المدرسة، وغالبا ما يعود هو توطيه الكدمات إلى المنزل. اشتكت أمه من أن أحدهم في المدرسة، في هذه المدرسة، كان ينتزع منه النقود، ولكن ماتسوموتو لم يفصح لأمه عن أي أسماء. على الأرجح ظنا منه أنه إذا اشتكى لأحدهم فسيتعرض لمزيد من الضرب. وبسبب كل هذه الضغوط انتحر الفتى. أمر مؤسف، لم يكن بوسعه اللجوء إلى أي أحد، واستغل استغلالا سيئا للغاية. لذلك تبحث المدرسة في الأمر. إذا كان لدي ما أقوله فعلي أن أتحدث، وفي هذه الحال ستتم تسوية الأمور بهدوء، وإلا فستتولى الشرطة أمر التحقيق. وسألني هل فهمت. علمت على الفور أن أوكي وراء هذا، فكل شيء يحمل لمسته. أراد استغلال موت ماتسوموتو لينتقم مني. أراهن أنه حتى لم يكلف نفسه عناء الكذب، لم يكن بحاجة إلى ذلك. اكتشف أنني أرتاد صالة الملاكمة، ومن يعرف كيف. ثم سمع بأن أحدهم يتنمر على ماتسوموتو، وكان الباقي سهلا. بلغ أنني كنت أذهب إلى الصالة، وكيف أنني ضربته من قبل، ولم يتطلب الأمر أكثر من ذلك. وأنا متأكد من أنه أضاف بعض الإكسسوارات من عنده، وكيف أنه كان يخاف مني لذلك لم يخبر أحدا من قبل، وكيف جعلته ينزف بغزارة. لم يذكر شيئا يمكن أن يتضح كذبه بسهولة، فقد كان حذرا، مجرد تلويل الحقائق كان كافيا. رمقني المدير بنظرة مفادها: أنت مذنب. فبالنسبة له، كل من يرتاد صالة ملاكمة كان متهما بارتكاب جنحة، كما لم أكن من النوع المفضل لدى الأساتذة. وبعد ذلك ب3 أيام اتصلت بالشرطة لاستجوابي. لست بحاجة إلى القول بأنني كنت مصدومة، أخضعوني لتحقيق بسيط، وقلت لهم إنني لم أتحدث كثيرا مع ماتسوموتو. وصحيح أنني ضربت أحد زملائي يدعى أوكي قبل 3 سنوات، لكنه كان شجارا عاديا وتافها، ولم أكن طرفا في أي مشكلة منذ ذلك الوقت. وهذا كل شيء. قال الضابط المناوب: إن هناك شائعة تقول أنك كنت تضرب ماتسوموتو. فقلت له: هذا ما هو عليه الأمر، مجرد شائعة أطلقها شخص يضمر للحقد، وهي عارية من الصحة ولا يوجد أي دليل. انتشر الخبر في المدرسة أن الشرطة قد أجرت معي تحقيقا، وأصبحت الأجواء في الفصل أكثر جفاء وبرودة. استدعاء الشرطة لي كان حكما قضائيا، كأنهم يقولون إنهم لا يجرون الناس إلى أقشام الشرطة ويحققون معهم دون سبب. صحيح، اعتقد الجميع أنني كنت أضرب ماتسوموتو. لا أعرف الترهات التي كان يروجها أوكي، لكن الجميع صدقها، ولم أرغب حتى في معرفة القصة التي يتداولونها، ولم يكن أحد يتحدث معي في المدرسة بأسرها. فتلقيت المعاملة الصامتة، كأنما قرروا ذلك بالإجماع. لابد حتى الطلبات الملحة من قبلي كانت تقع على آذان صماء، كانوا يتجنبونني كمرض معدن، وأزالوا وجودي من مجال رؤيتهم. حتى الأساتذة كانوا يبذلون ما بوسعهم كي لا ينظروا ناحيتي، ولا ينطقون اسمي إلا عندما يتلون قائمة الطلاب لمعرفة الحضور، ولا يذكرون اسمي إطلاقا أثناء الحصص. وقد كانت حصة التربية البدنية هي الأسوأ، عندما ينقسم الفصل إلى فريقين، أجد نفسي لا أنتمي لأي من الجانبين، ولم يرغب أحد في أن يكون معي ثانيا، وكان أستاذ الرياضة يتظاهر بأن لا شيء يحدث. كنت أذهب إلى المدرسة في صمت، وأحضر دروسي في صمت، ثم أعود إلى المنزل في صمت، يوما بعد يوم، في خواء تام،
وبعد أسبوعين أو ثلاثة على هذه الحال فقدت الشهية لتناول الطعام وفقدت وزني، كما لم أستطع النوم. كنت أتمدد على فراشي مرهقة وذهني مليء بالصور البغيضة التي لا نهاية لها. وعندما أكون مستيقظا أشعر بضباب كثيف يكتنف عقلي، ولا أكون متأكدا مما إن كنت مستيقظا أم لا، حتى إنني تخليت عن تمارين الملاكمة. قلق علي رفاقي بالصالة وسألوني ما الخطر، ما الذي يفترض بي لقوله؟ لا شيء، أشعر بالإرهاق فحسب، بما سيفيدني إخبارهم بما حدث. وصرت أنزوي في غرفتي بعد المدرسة وليس ثمة ما يمكنني فعله. كنت أتخيل الأشياء كأنها تعرض على شاشة مثبتة بسقف الغرفة. تخيلت مختلف أنواع السيناريوهات، وفي أغلب الأحيان أرى نفسي أنهال لكما على أوكي، أجده وحده وأوسعه ضربا وأخبره برأيي فيه قطعة من الحثالة، وأضربه بكل ما أوتيت من قوة، وهو يصرخ سامحني سامحني، لكنني لا أبه لتوسلاتي، وأواصل ضربه حتى أحول وجهه إلى عجينة. وبعد فترة يداهي من الشعور بالغثيان، في البداية منحني ذلك شعورا رائعا، وقد نال الوغد ما يستحقه، ثم يتسلل إلي الشعور بالغثيان. فكرت في الوقوف أمامهم وتوضيح براءتي لهم وأنني لم أفعل أي شيء، ولكن من كان ليصدقني؟ ولماذا علي أن أنكسر لأولئك الكلاب الذين يهزون ذيولهم لكل ما يقوله أوكي؟ لذلك كنت عالقا، لم أتمكن من ضرب أوكي الضرب الذي يستحقه، ولم أتمكن من تبرير موقفي. كان علي أن أحتمل بصمت. تبقى نصف العام فحسب، نصف عام من السجال مع الصمت، لكن هل يمكنني الصمود كل تلك الفترة؟ كنت أشك في مقدرتي على الاستمرار شهرا واحدا. كنت أتعرض للسحق. ظهرت أول بوادر التنفيس بعد ذلك بشهر بالصدفة. في طريقي إلى المدرسة وجدت نفسي وجها لوجه مع أوكي على متن القطار الذي كان مزدحما لدرجة لا تمكنك من التحرك. ها هو دا أوكي على بعد شخصين أو ثلاثة أشخاص مني، ينظر إلي من فوق كتف أحدهم. لا بد أن مظهري كان مزريا، أعاني من الأرق ومحطم الأعصاب. في البداية ابتسم لي بسخرية كأنه يقول كيف يسير معك الأمر. لا بد أن أوكي كان يعرف أنني أعرف أنه وراء كل شيء. التحمت أعيننا وهي تقدح شررا، لكن أثناء تحديقي في عينيه بدأ شعور غريب يتسلل إلي. كنت غاضبا منه بالطبع، كرهته ورغبت في قتله، لكن فجأة وفي نفس الوقت على متن ذلك القطار شعرت نحوه بشيء من الشفقة. أعني أهذا أفضل ما يمكن لهذا المهرج أن يفعله؟ هل هذا كل ما تطلبه الأمر لمنحه الإحساس بالتفوق؟ هل من الممكن أن يكون سعيدا وراضيا عن نفسه بسبب ما فعله؟ كان أمرا مثيرا للشفقة. تأثرت وشعرت بالحزن حقا لإدراك أن هذا الأحمق لن يكون بمقدوره اختبار السعادة الحقيقية والاعتزاز الحقيقي أبدا، ولإدراك أن هناك مخلوقات تفتقد للعمق الإنساني لهذه الدرجة. ولا أستثني نفسي، لكن على الأقل أتعرف على الكائن البشري الحقيقي عندما أراه. لكن هذا النوع كانت حياته كقطعة من الصقر الأملس المسطح، كل ما فيها مجرد مظاهر سطحية، ومهما فعل فهو لا شيء. ظللت أنظر إلى وجهه وهذه الأفكار تجتاحني، ولم تعد لدي الرغبة في لكمه. صرت لا أكترث لأمره البتة. وصدقا تفاجأت بمدى عدم اكتراثي، وعندئذ أدركت أنه يمكنني تحمل 5 أشهر أخرى من الصمت. ما يزال لدي كبريائي، ما كنت لأدع شخصا تافها كأوكي يجرني معه إلى الحضيض. ذلك ما كانت تقوله نظرات الأوكي. لابد أنه ظن أنها مباراة تحديق ولا يريد أن يخسرها. وعندما وصل القطار إلى المحطة لم يشح أي منا بنظره، لكن في النهاية أوكي هو الذي تزحزح قليلا بارتعاشة خفيفة من عينيه، وقد انتهزتها في الحال نظرة الملاكم الذي تخونه ساقاه، ولم يعد قادرا على المناورة بكتفي، مما يعني أن القوة تلاشت من قبضتي. كانت تلك النظرة أحس بأن تم خطب ما، لكنه لم يستطع معرفته. ذهبت إلى المنزل وقد تخففت من عبئي
ونمت نوما عميقا وتناولت وجباتي كما يجب واستأنفت الذهاب إلى الصالة. ما كنت لأرضى بالهزيمة لكنني أيضا لم أنتصر على أوك. كان ما يهم هو استعادة سيطرتي على حياتي، لذلك صمت 5 أشهر أخرى. لم يتبادل أحد معي كلمة واحدة وظلت أقول لنفسي لم أرتكب أي خطأ، الجميع على خطأ. وبعد التخرج التحقت بجامعة في كيوشو بعيدا تماما عن تلك المدرسة. عندما أوزاوا وصل إلى هذا الحد أطلق تنهيدة عميقة ثم سألني إذ كنت أريد كوبا آخر من القهوة، فقلت لا شكرا تناولت 3 منها. تابع أوزاوا: كل من يمر بتجربة كهذه لا يعود الشخص نفسه، سيتغير لا محالة، إما إلى الأفضل أو إلى الأسوأ. من ناحية إيجابية يصبحون أكثر منعة ولا يقهرون، ومقارنة بنصف السنة تلك كل معاناة مررت بها لا تعد شيئا، يمكنني تحمل أي شيء تقريبا، فما أصبحت أكثر حساسية لآلام الآخرين من حولي، وتعرفت على بعض الأصدقاء الحقيقيين، لكن هناك بعض الجوانب السلبية، يعني أصبح من المستحيل أن أثق بالناس، لا أكرههم ولا أفقد إيماني بالإنسانية. لدي زوجة وأطفال ولدينا منزل ويعتني بعضنا ببعض، لا يمكنك ذلك دون أن تكون الثقة متبادلة. نعيش حياة طيبة حاليا، لكن إذا حدث شيء، إذا طرأ أمر ما واقتلع كل شيء من جذوره، حتى وأنا محاط بأسرة سعيدة وأصدقاء مخلصين، فما كنت لأعرف ما أفعله. ماذا قد يحدث إذ لم يصدق أي أحد كلمة تقولها؟ ذلك يحدث كما تعرف، فجأة ودون سابق إنذار. دائما ما أفكر بالأمر، المرة الماضية كانت 6 أشهر فحسب، لكن ماذا عن المرة القادمة؟ لا أحد يمكنه أن يعرف، ليست هناك ضمانة. لست واثقا من الفترة التي يمكنني الصمود خلالها المرة القادمة. تزعزعني هذه الأشياء عندما أفكر بها، وتراودني الكوابيس بشأنها، وأستيقظ في منتصف الليل. وفي الواقع يحدث ذلك أحيانا، وعندما أوقد زوجتي وأحضنها وأجوش بالبكاء أحيانا ساعة كاملة، أشعر بالخوف. أشاح ببصره ونظر إلى الغيوم خارج النافذة التي لم تبارح مكانها كغطاء ثقيل هبط من السماء يمتص كل الألوان من برج التحكم، والطائرات ومركبات النقل والإسفلت والعمال في أزيائهم. أمثال أوكي لا يخيفونني، إنهم في كل مكان، لكنني لم أعد أشغل بالي بهم. أراهم قادمين نحوي فأغير اتجاهي وأستطيع التعرف عليهم على الفور، لكن في الوقت عينه لا بد أن أعجب بأمثال أوكي في هذا العالم وبمقدرتهم على الصبر والتربص حتى تحين اللحظة المناسبة، وموهبتهم في اقتناص الفرص ومهاراتهم في لعبة بعقول الناس. هذه موهبة لا يمتلكها كل شخص. أمقت أمثاله لدرجة تشعرني بالغثيان، لكنها موهبة. لا، ما يخيفني حقا هو كيف أن الناس يصدقون بسهولة الهراء الذي يطلقه أمثال أوكي دون نقد أو تمحيص، وكيف أن أمثاله عديم النفع في عالمنا ويتحدثون بلطف شديد، وكيف يمكن لهذا التافه أن يتلاعب بعقول السدج ويجعلهم يتصرفون عن إشارته دون أن تخامرهم ذرة من الشك بأنهم قد يكونوا مخطئين. لا يرون غضاضة في تسبيب الآلام للآخرين ولا يتحملون مسؤولية أفعالهم. هؤلاء هم الوحوش الحقيقيين، وهم الذين تنتابني الكوابيس بسببهم. وفي تلك الكوابيس لا يوجد شيء سوى الصمت، وأناس بلا وجوه، صمتهم يتغلغل داخل كل شيء كالماء الدائب من الجليد، ثم يصبح كل شيء عكرا، وأبدأ بالذوبان وأنا أصرخ، لكن لا أحد يسمعني. راح أوزاوا يهز رأسه، تذرت أن يكمل حديثه، لكنه ظل صامتا وعقد ذراعيه على الطاولة، ثم قال بعد مدة: ما يزال أمامنا وقت، ما رأيك بكوب قهوة؟ بالطبع كلانا بحاجة إليها على الأرجح. انتهت القصة. شكرا على استماعكم، نلتقي في فيديو آخر مع كتاب آخر.